سريع شوية، احنا ممكن نحط ديلي هنا او تأخير على اساس هنا لو خدنا الويت دي بعد كل رد. يعني ممكن هاي هاو ار يو نخليها في البنت التانية تستنى لحظة كده او ثانية علشان الرسالة تبين. ماشي، و let's play برضو ممكن هنا نحط delay او ان هي تنتظر ثانية وبعد كده تبعت الرسالة ان هي تتكلم. نشوف كده. تمام، ردت عليها وانتظر. طيب دلوقتي انا كده خلصت الحوار اللي بينهم.